ايثما سويثما ازول ازول خوم كلشي نسيت ان شاء الله تريم مليح ونقاكم ليله القدر مباركه وكل عام وانتم بخير. جيج الحقيقه روخ اموخذك من نيغ نزو نسيور خيج الموضوع روخ نسيور سيد مازيغ من بعد نسيور اللغه العربيه نزو نسيور خيج الموضوع مهم جدا. الموضوع هي حقيقه اثار انتباهي لان مجموعه من ايثما ثنا اتصلت زقنا اتصلت زقي وكذلك مجموعه من المعتقلين نجان سواء قل حسيمه او قل الدار البيضاء اكدا بان الضابطه القضائيه كذلك خلي ضيف مثلا نجان النشطاء النشطاء انه تجيبوا النشطاء اكدا بان البوليس الشرطه سواء شرطه ام زورن نغ الشرطه الحسيمه شرطه ام زورن نغ الشرطه الحسيمه استدعاء ثند دقاس نيج الالتزام يعني حاول ما امكن اثن دلزم باش اذوق عن خيج الالتزام التزام يا ذاكس بان تعهدا بان وتفغنشي قي الاحتجاجات قي التظاهرات السلميه قي نفس الوقت كسيناس البصمات كسيناس ان شي حاجه كفسان سن باش هذا حد التحاليل ناد دي ان ان جيش الحقيقه ذي نخلي ضيف مثلا المعتقل اللي قدال بذانا الحسيمه اكدا بان الضابطه القضائيه ديك سياسه العين نيكوف سانسن باش هذ التحاليل ناد دي ان ان جيش يعني التحاليل الحامض النووي جيش الحقيقه ف لأول مره نتسجى بان الضابطه القضائيه نغ الشرطه ذكتي العينات باش التحليل الحامض النووي او ما يسمى ب دي ان ان. اولا مساله التزامات نتوقع عن ايثما ثنا نقاس نجيج الحقيقه بالنسبه للشرطه وغاجبور حق الطالب المواطنين باش سواء النشطاء غير النشطاء باش يذوق عن التزام او تعهد بعدم المشاركه في الوقفات الاحتجاجيه. ثم مساله يثا مرفوضه وغير قانونيه ويحق لاي مواطن مارس استدعاء في الضابطه القضائيه نغ الشرطه اذي امتنع اسيني وقل التزامان غاكم ذا التزام غير قانوني والاحتجاج السلمي حق مشروع لكل مواطن تضمنه القوانين سواء القوانين الوطنيه نغ الدستور نغ المواثيق الدوليه نصادق خص المغرب خاصه العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه قيل الماده 19 قيل الماده 21. وبالتالي شنو قاز بالنسبه للشرطه وغاصن بورحق ليس وغاصن بورحق باش هذا الزمن اثمثنا باش وقع خلتزام نغ التعهد بعدم تفعيل الحق القانوني ديال الاحتجاج. وهذا الحق مكفول لجميع المواطنين. ثمن جهه، من جهه ثانيه دين بعض الناس مثلا قانك بانه جيت توقع التزام وانما توقع عن مجموعه من دوريقين يعني محاضر توقعوا محاضر توقع عن محاضر محاضر اكتناس البصمه قانس نخس توقع بمعنى محاضر داكس مجموعه من المعطيات دين بعض الاخوان قانك بان المحاضريه داكس بان هناك تحريض على التظاهر والمشاركه في التظاهرات والى غير ذلك. يعني يتبين بان اذنا سجاذند المحاضر باش ربما غاتيرشين الحمله الاعتقالات ضمغاك طازيثه باش ثنداوينا سنين كوريج جاقن كاك المحضرينك وقع خصني وقع صافي الدفع المباشره المحكمه. اذا المساله يثا وين غيتلقى شي استدعاء المساله يثا غير قانونيه مساله غير قانونيه. اذا اي واحد توصل سينات الاستدعاء يعني الناس الممارسه هذيك هذيك الالتزام
يعني هذا يجن يجن الكتاب باش يوضح معنايا هذا سي ليغاليزاسيون هذا في ريسك اكسي التفاصيل كلشي يني مي دغان البوليس سواء الشرطه المزوره الشرطه الحسيمه اذاين يجن الكتاب باش يوضح بالتفصيل ماذا سنوقع هذا في ريسك اي في ريسك باش نسجل ضمن الخروقات افنسقاد إنا في المنظمات الحقوقية الدولية خاصة إنا في المنظمات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة في جنيف لأن المغرب إسقاد يجن تقرير قانس تقرير الدوري الشامل يتوضح قاس بأن أنت تلتزم الاتفاقيات الدولية نصادق خص المغرب خاصة الحق في الاحتجاج والحق في التجمع وغير ذلك من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية نشنين إخصها غنثبت وفعلا غنغلطي صاروخ المنظمه الدوليه كي جنيف عزمنا نغيج الملف كل فنجس ذراثة كل فنجس المتخصص كي الحقوق المدنيه والسياسيه الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه وكذلك المكلف بالمقرر المكلف بالتعذيب وخا طلبنا الوثائق ذي الحجاج ذي الادله نتبيان المساله يثا اكثر من ذلك نطلب زي العائلات المعتقلين العائلة في المعتقلين سواء يجن ذنق الحسيمة نغني يجن قد البيضة أذين يجن أذين يجن فيديو دكس 10 دقائق نغا 4 ساعات توضح نقص الأساليب التعذيب نتعرض يعني الانتهاكات نغن التعذيب إذا ستعرض المعتقلين لأن جين زيارة سواء العائلة في جين زيارة الدار البيضاء نغ العائلة في زين ضعوان صندي المعتقلين قل حسيمة ما رني ناس بأن تعرضا للتعذيب الممارسات المهينة نغتو كان نيس الأساليب ني أذغنيج الفيديو ضمزيان أذغنيج الالتزام إجن الكتاب تعرين جس كل شيء مانايا هذا زغن ليغاليزاسيون هذا في سقاذن لأن المنظمات الدولية خاصة منظمة الأمم المتحدة في جنيف طالبانا الوثائقية الحجج طالبة يانغ الحجج أكثر من ذلك ناكي خسانغ أذن جن إجن توكيل إجن توكيل خاص للترافع أمام منظمة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان لمراقبة مدى التزام المغرب بالتعهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان أذن يشن إجن توكيل خاص للترافع أمام المحكمة أمام منظمة الأمم المتحدة في جنيف طلبنا نغ توكيل خاص زي العائلات ديجن فيديوهات ريدكس 10 دقائق توضح الخروقات في المسألة ان التعذيب كذلك مراذين شن الحجاج نظن اكسن نعمى الملف باش نثبت الخروقات نجان ندق المغرب في مجال حقوق الانسان خاصة الحق في الاحتجاج السلمي والحق وكذلك خرق اتفاقيات الدولية خاصة العهد خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وجميع المعاملات القاسية ولا إنسانية والمهينة كذلك بالنسبة للسور خلاط دي ان ان يعني الحامض النووي وني جيز الحقيقة راه وني إجراء مخالف للقانون وني تقنف زغاصا يخسى بعدا يوذني وغاصا بور حق ذكسين العينات سواء لا زي المتهمين نير زي المواطنين العاديين باش ذكسين العينات لا دينان لأن شنو قال المغرب وغانغشي ما يسمى اعتماد إن اعتماد ما يسمى ب ب ب ب, ب, ب البصمة الوراثية يعني شنو غنغسل البصمة الوراثية عاد ونوض شي المسألة يثا غنغ البصمة العادية وبالتالي وغاسم بور حق هذيك السين العينات العينات لا دينين أكثر من ذلك أو ما يسمى بالبصمة الوراثية يعني شنو خصنا السن يعني أي واحد كسي ناس المسألة ني ثني يخصا تدي ذكا قل تزمني نغير قال الكتاب ني توضح كل شيء من ذا سيوقع في كوميساريا هذا في ذي سقاذ ليش يعني اتعهد ليش تعهد بان غاسي وضع المنظمات الدوليه منظمات جنيف لان غانا التواصل كي ذس الطالب انا غروخا الملف عظم الملفات عظم الملف طلبنا نغلي بغوف طلبنا نغلي بغوف بالاذن الترافع امام المنظمات الدوليه مانايا
بنايا يتيري في اطار القانون في اطار اتفاقيات مخصادق المغرب. اكثر من ذلك المغرب ني اموذاك مني يجن تقرير شامل يسلمي في قشعان خمسه منظمه الامم المتحده جنيف يتبيا ناس يتوضح بان انت تلتزم الاتفاقيات الدوليه وتحترم حقوق الانسان. سنين الزواج هذا نثبت أثبت العكس من توقيع قيل الحسيمة. وبالتالي مسألة نيلا دي ان ان ثنيته يعتبر إجراء مخالف للقانون يخصص الموافقة الإذن زي الوكيل العام زي النيابة العامة زي الوكيل الملك زي الوكيل العام، في حين أن الوكيل الملك الوكيل العام يقاك نشينو غنغبو رخبة المسألة يا نتقن الشرطة. أكثر من ذلك ذو نجم دوكرينو يا كوميساريا سوجد الناس ينزل الاستدعاء نتا يسنق القانون الناس خصها توقعت الناس ميخا وقع الناس توقعت بأنه تفقد شي الاحتجاجات السلمية. الناس ما يمكنش الناس قواذ الحق يوشيث القانون ما يمكنش ينشد وقع اتعهد بان وإناث وتمتع شي سجن الحق يوشيث القانون. وبالتالي يعني ويناس درو خن قانس لا غاص نلتزمني وناس ديج الالتزام ضن قانس لا ناس ناس بدر الناس وما يخصني حتى الجمن باعتباري رجل قانون يسنق القانون لان طالب الحقوق ويناس ديج الاعلام ضن ناس لا راه كنخبروك غاب بالظاهر ديال 58 المتعلق بالتجمعات والاحتجاجات العموميه. وبالتالي كنو وان اي واحد استندعى الناس وغاك الناس وغاك برحق من الناحيه القانونيه هذا اذا من عزير حقينو وتفغشيك الاحتجاجات السلميه وغاك شي برحق هذا اذا كسيد العينه لا دينين يخسيد سنغ مي غادا حتى حليلايا ما الهدف ميزيد غادي يذكسي منيش التحاليل الدينية لأن من هي مخالف القانون لا يتم إلا بقرار من الـ 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 الوكيل العام نغزي الوكيل الملك وكذلك خصها تسند الأهداف ما يقول ما الهدف من التحاليل الدينية رخص سورغ اللغة العربية لأن هذه المجموعة ليث مثنا غزونا كيسن سورغ اللغة العربية. حقيقة سأوضح لجميع المواطنين والإخوان باللغة العربية كي يفهم الجميع أن هناك مجموعة من المعتقلين سواء المتواجدين بالسجن المدني بالحسيمة أو المتواجدين بالسجن المدني بالدار البيضاء أكدوا بأنهم أثناء البحث التمهيدي من طرف الضابطة القضائية تم أخذ عينات من أجل تحليل الحامض النووي أو ما يسمى بالADN يعني البصمة الوراثية. هذا الأسلوب هو أسلوب جديد، هذا الأسلوب جديد ويتم بشكل مخالف للقانون على اعتبار أن النيابة العامة وسواء الوكيل الملك أو الوكيل العام أكد لي اللجنة ديال التقصي التي شكلتها مجموعة من الجمعيات الحقوقية بأنه لا علم له بهذا الإجراء ولم يأمر الضابطة القضائية بأخذ عينة من لادينين وهذا يعتبر إجراء تعسفي مخالف ينضاف إلى باقي الإجراءات التعسفية الأخرى التي قامت بها الضابطة القضائية والتي أكدها المتهمين. أكثر من ذلك يتم الآن استدعاء يعني منذ عدة أيام يتم استدعاء مجموعة من الإخوان في مدينة الحسيمة الإخوان والأخوات يتم استدعاؤهم من طرف مخفر الشرطة ديال الإمزورن أو من طرف شرطة الحسيمة ويلزمونهم على التوقيع أو يطالبون منهم التوقيع على التزام أو التعهد بعدم الخروج في الاحتجاجات السلمية وهذا يعتبر مخالفا للقانون ومخالفا للقوانين الوطنية وللدستور 2011 وللاتفاقية الدولية التي صادق عليها المغرب خاصة المادة 19 والمادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص على حرية التعبير بجميع الأشكال بما في ذلك الاحتجاج وكذلك حرية التجمع. وبالتالي لا يحق هذا الإجراء التي تقوم بها الشرطة سواء في إمزورن أو في الحسيمة ربما في مناطق أخرى من الريف يعتبر إجراء تعسفيا ومخالفا للقانون ويحق لكل شخص طلب منه التوقيع على التعهد بعدم تفعيل حقه
في الاحتجاج السلمي الامتناع عن ذلك وربما الإبلاغ على هذا السلوك لأنه يعتبر مخالفا للقانون، كما أن أخذ عينات من الدي إن إيه يعتبر إجراء مخالفا للقانون طالما أنه لا يتم عن طريق النيابة العامة وبأمر منها وتحت إشراف الوكيل العام أو الوكيل الملك، كما أنه يحق لجميع الأشخاص الذي أخذت منهم هذه العينات أن يعرفوا الغرض من أخذ هذه العينات والسبب في ذلك. أكثر من ذلك، هناك مجموعة من الأخوان تم استدعائهم من طرف الضابطة القضائية بإمدورن أو من طرف الضابطة القضائية بالحسيمة أنهم طلب منهم التوقيع على محضر من عدة أوراق حوالي 15 صفحة أو أكثر تتضمن مجموعة من التصريحات، يعني المشاركة والتحريض على المشاركة إلى غير ذلك، ويعني هناك من امتنع وهناك من وقع، ونخشى أن يكون الهدف من ذلك هو إعداد المحاضر المسبقة في انتظار شن حملة الاعتقالات، يعني في ظل هذه الحملة ديال الاعتقالات المستمرة، وتكون هناك محاضر جاهزة لإرسالها إلى القضاء. حقيقة أن هذه الإجراءات تعتبر إجراءات تعسفية، وهنا كذلك أناشد إخواني في وأخواتي في منطقة الريف على أنه وأخبرهم بأنه تم فتح ملف لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف المعنية بحقوق الإنسان، وتم في شقها المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك في المتعلق بالتعذيب والمعاملات اللا إنسانية والقاسية. والآن نحن بصدد تكوين ملف، وقد طلبوا منا الإدلاء بالحجج والأدلة الكافية لإثبات الخروقات التي يقوم بها المغرب، على اعتبار أن المغرب قد مؤخرا في شهر ماي ناقش أرسل وقدم وناقش ما يسمى بالتقرير الدولي الشامل الذي يؤكد فيه احترامه لتعهداته الدولية في مجال حقوق الإنسان، وخاصة بما في ذلك الحق في الاحتجاج السلمي والحق في التجمع، وكذلك أنه يلتزم باتفاقية مناهضة التعذيب وجميع المعاملات القاسية واللا إنسانية والمهينة، وهذا مدون في التقرير الدولي الشامل الذي قدمه المغرب في شهر 4 وناقش في شهر ماي. ونحن نؤكد بأن هناك مجموعة من الأدلة والحجج وكذلك التصريحات الصادرة عن مجموعة من المعتقلين تعرضوا للتعذيب أثناء إيقافهم ونقلهم وأثناء البحث معهم في مقفر الشرطة في الحسيمة، وأرغموا كذلك على التوقيع على المحاضر، وهناك التعذيب النفسي والتعذيب الجسدي، وهذا مسجل في محاضر ضابطة في محاضر الاستنطاق من طرف السيد الوكيل الملك، وكذلك من طرف السيد الوكيل العام بالدار البيضاء، وكذلك مسجل في محضر الجلسات في الحسيمة، وكذلك السيد الوكيل العام عاين بعد انتهاء الحراسة النظرية والتقديم مجموعة من الآثار ديال التعذيب، ونذكر من بينهم مجموعة من الأشخاص، نذكر من بينهم مراد الزفزافي الذي كانت آثار التعذيب بادية على مختلف أنحاء جسمه، وجميعا أكدوا تعرضهم للتعذيب النفسي والإهانات التي ترقى إلى مستوى المعاملات اللا إنسانية والقاسية والمهينة والمجرمة بمقتضى الاتفاقية التي صادق عليها المغرب، وهي اتفاقية مناهضة جميع أنواع التعذيب والمعاملات القاسية واللا إنسانية والمهينة. ونحن نرفض أي تصريح صادر عن الجهات الرسمية يحاول التضليل ويؤكد بأن هذه التعذيب والمعاملات القاسية واللا إنسانية لم تمارس، فهناك محاضر وكذلك يمكن فتح بحث في هذه المسألة، على اعتبار أن التعذيب يتميز وفق ما نصت عليه المعاهدة التي صادق عليها المغرب أنه من الجرائم التي لا يطالها التقادم، ومن الجرائم التي تتسم بصبغة خاصة في الإثبات، بحيث يجب على النيابة العامة أن تتحرك بمجرد الحصول على تصريحات من طرف الضحايا وغير ملزمين بالإثبات، وعلى المتهم هو الذي يجب أن يثبت عدم قيامه بهذه الأعمال. ولحد الآن نتأسف لعدم تحرك النيابة العامة لحد الآن للبحث
في ادعاءات التعذيب الواردة على لسان جميع المتهمين سواء في الدار البيضاء أو في الحسيمة، وكذلك المعاملات القاسية واللاإنسانية والمهينة والمتمثلة في وصفهم بالأوباش وبأولاد إسبانيول وأولاد العاهرات والتهديد باغتصاب الأخوات والأمهات، وهناك كذلك تهديد بتكرار تجربة 58-59، وهذه مسجل حاضر لإجراء بحث واستماع إلى جميع المعتقلين، ذلك البعض متواجدين في حالة متابعين في حالة صرع. وللتذكير نقول للسلطات الرسمية وكذلك حتى للجهات المعنية أن اتفاقية مناهضة التعذيب، اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها المغرب وأصبحت ملزمة بالنسبة له، خاصة أن الدستور 2011 ينص على أن الاتفاقية المصادقة عليها والمستوفية لجميع شروط التصديق والمصادقة ترجع على القانون الداخلي في حالة تعارض. نجد أن هذه الاتفاقية التي تم اعتمادها من طرف الجمعية العامة بتاريخ 10 دجنبر 1984 ودخلت حيز التنفيذ 26 يونيو 1987، تنص هذه الاتفاقية في المادة الثانية الفقرة الثانية لا يجوز التضرع بأي ظروف استثنائية أي كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أي حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب. كيف يعقل أنه حتى في حالة الحرب وحتى في حالة الاستثناء وحتى في حالة الطوارئ لا يمكن أن تتخذ كمبرر للتعذيب، في حين أن هذه الممارسات كما جاءت على لسان مجموعة من المتهمين ومسجلة في المحضر، وقد عاين السيد الوكيل الملك والوكيل العام في الدار البيضاء أثر التعذيب، أنها تمارس في الظروف العادية. كيف يعقل ذلك؟ كيف يعقل أن إذا كانت المعاهدة المصادقة عليها تنص على أنه لا يجوز التضرع حتى في ظروف الحرب والظروف الاستثنائية لممارسة التعذيب أنه يعني تمارس في الحالة العادية؟ كذلك تنص المادة الثالثة من الفقرة الثالثة من المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبات القاسية واللاإنسانية المهينة، تنص على أنه لا يجوز التضرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب، بمعنى أن هذه الممارسات المهينة واللاإنسانية والتي تكررت بصفات يؤكد وكأنها يوحي وكأنها ممنهجة، جميع المتهمين تأكدوا إما تعرضهم للتعذيب التعذيب الجسدي والبعض كانت آثار التعذيب بادية عليه أو التعذيب النفسي عن طريق الوصف بالأوباش ولاد إسبانيول ولاد العاهرة، التهديد باغتصاب الأخوات، وكذلك وصل الأمر إلى حد التهديد بتكرار الأحداث 58-59. هذه تنص الفقرة التالية من المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب على أنه لا يجوز حتى التضرع بالأوامر، بمعنى أن حتى القوات العمومية إذا تلقت أوامر بذلك يحق لها وفق الاتفاقية الدولية التي صادق عليها المغرب الامتناع عن تنفيذ هذه الأوامر، الامتناع عن تنفيذ هذه الأوامر إذا كانت هناك أوامر بالتعذيب والمعاملات القاسية واللاإنسانية والمهينة، إذا كانت هناك أوامر يحق للقوات العمومية الامتناع، وهذا حق لها تضمن لها اتفاقية مناهضة التعذيب مصادقة عليها، وإلا فإنه سيساءل من أعطى الأمر ومن نفذ الأمر. هذا إذا كنا نحن نقول نحن في دولة الحق والقانون، إذا كنا نحن في دولة الحق والقانون إذن ونصادق على الاتفاقية الدولية وكذلك نتعهد بالالتزام بهذه الاتفاقيات الدولية، إذن لماذا نتساهل على هذه الممارسات؟ لماذا ننتج هذه الممارسات؟ ولماذا نخرق هذه الاتفاقيات؟ أقول للمسؤولين وأتمنى أن يصل الصوت واضحاً لوزير الداخلية ووزير العدل وللمسؤولين في الوطن أن التعذيب يمارس
التعذيب النفسي والمعنوي يمارس على الأشخاص لحظة إيقافهم وفي الصافطات وفي وسائل النقل وفي وسائل النقد عندما يتم إلقاء القبض عليهم وهما في حالة وفي يكونون تحت رحمة القوى العمومية، يتم تعذيبهم في وسائل النقد وكذلك في مخافر الشرطة، ويتم إهانتهم والمس بكرامتهم ويتم إهانتهم، وبالتالي هذا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي وتعاقب عليها الاتفاقية الدولية التي صادق عليها المغرب، ويجب على النيابة العامة أن تتحرك. زيد علينا حتى واحد، ما يقولناش شي واحد شي تصريح رسمي، لا ما كاينش تعذيب، راه كاين، رجعوا للمحاضر ديال المتهمين كاملين 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 كيأكدوا بها تعرضوا للتعذيب، وهناك عينت عليهم الآثار ديال التعذيب، وهادو راه حنا كنعرفوا كما قلنا راه التعذيب عندها مسطرة خاصة وفيها مرونة ديال الإثبات، ويصدق الضحية بقوله خاصة أنه يكون في وضعية يستحيل عليه بعض الأحيان الإثبات. إذا كنا حنا بغينا نقطعوا نعملوا قطيعة مع ممارسة الماضي، وكنت نتواضحوا ما نمارسوش المغالطات ونتفنوا في المغالطات ونتفنوا في التضليل وفي البلاغات الكاذبة. حنا هنا يجب على النيابة العامة أن تتحمل مسؤوليتها، وعلى وزير الداخلية أن يتحمل مسؤوليته، وعلى وزير العدل أن يتحمل مسؤوليته. هناك محاضر تؤكد وصول وقوع التعذيب، نطالب بفتح التحقيق مع جميع المعتقلين المتواجدين في الدار البيضاء والحسيمة، وهناك أكثر من ذلك شخص ورد على لسان مجموعة من 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 المعتقلين وهو عصام. هذا العصام المتواجد بمخفر الشرطة ينتقم من النشطاء لأن كانوا يرفعون شعارات ضده في الحراك، ينتقم منهم ويمارس ضدهم شتى أنواع الإهانات اللفظية وكذلك التعنيف الجسدي، وتلفق لهم التهم في المحاضر ويتم إرغامهم على التوقيع. وهذا هو السبب الذي جعلني أنسحب من أعلن عن انسحابي من 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 المحاكمة، على اعتبار أن جميع الذين تم الاستماع إليهم أكدوا بأن التصريحات المضمنة في محضر الضابطة القضائية لم تصدر عنهم، وأنهم سئلوا فقط عن الهوية، الاسم الأب والاسم الأم وتاريخ ومكان الازدياد. وأصبح القاضي يصادق على محاضر الضابطة القضائية ويوجع 18 شهرا. وأقول للزملاء الذين يقولون بأن المحامي يجب أن يخوض المعارك داخل المحاكم، وقد خضنا معارك لمدة 18 ساعة، وحضرها الزملاء من الثانية زوالا من يوم الثلاثاء إلى 29 دقيقة من يوم الأربعاء، لنفاجأ ب 25-18 شهر، رغم أن المحاضر كانت على ما جاء. هناك حالة ديال التعذيب، حالة ديال الإغماء، حالة ديال أرغموا على التوقيع، هناك محاضر غير موقعة، وإذا بالقاضي يصادق على محاضر الضابطة القضائية. كيف تريدون نحن كمحامون كأصحاب الرسالة الدفاع أن ننخرط في هذه المهزلة؟ هذه مهزلة أقولها وأؤكد عليها. أنا فضلت الترافع أمام المنظمات الدولية واللجوء إلى المنظمات الدولية ومقاطعة قاضي الحسيمة، أقولها وأؤكد عليها، وهذا حق. راه حتى المحاكمات التي تمت في خلال فترة سنوات الجمر والرصاص، والتي وزعت على المتهمين عشرات القرون، حضر فيها المحامون وقاموا بها بالدور وتقدموا بالدفعات الشكلية لكن دون جدوى. وقد أقرت هيئة الإنصاف المصالحة بمساهمة القضاء خلال فترة انتهاك الجسيمة في هذه الانتهاكات عن طريق العقوبات القاسية، وبالتالي لا داعي للمشاركة، أعتبرها مشاركة في هذه المهزلة، أعتبرها مهزلة، على اعتبار ان خرق مبادئ المحاكمه العادله يتم خرقها اثناء البحث التمهيدي، على اعتبار ان مبادئ المحاكمه العادله تبتدئ ليس فقط في المحكمه واثناء الجلسات، وانما تبتدئ لحظه القبض على المتهم وضمان جميع حقوقه بما فيه حقه في التزام الصمت. ما عمرو شفنا احنا شي محضر جا بالصمت، كذلك وحقه في عدم الادلاء باي تصريح، وكذلك الحق في قراءه المحضر
قبل التوقيع عليه، وكذلك الحق في عدم التوقيع، وهذه كاملة حقوق منصوص عليها في المسطرة الجنائية لا يتم احترامها من طرف الضابطة القضائية خاصة في مدينة الحسيمة. فكيف لنا أن نشارك في المحاكمة العادلة في حين أن هذه المحاضر يوثق بمضمونها ما لم يثبت العكس، والمتهم لا يستطيع إثبات العكس على اعتبار أن البحث التمهيدي يتم في الظروف تنعدم فيها الضمانات، ويكون المتهم في مواجهة محرر المحضر، ويمكن أن يسجل له ما شاء، وقد أكدوا جميعا تعرضهم للتعذيب النفسي والمعنوي أثناء الاستنطاق، وبالتالي يبقى القاضي يصادق على محاضر الضابطة القضائية ويوزع 18 شهر وكذلك سنتين. لهذا قراري بالانسحاب يلزمني كدفاع، ومبني على معطيات وعلى حقائق وعلى تتبع للأوضاع وعلى المعطيات وعلى حقائق موضوعية، ولا يحق لي أحد تدخل في هذا القرار وإبداء الملاحظات وكذا، وقال لك لا المحامي يجب أن يخوض معارك داخل المحكمة. كيف يمكن لنا أن نخوض معارك وأن نتقدم بالدفعات والحفاظ والدفاع عن مبادئ المحاكمة العادلة التي تخرق في أثناء الحراسة النظرية وأثناء تحرير محضر الضابطة القضائية، والمتهمين يتعرضون للتعذيب والمعاملة القاسية ولا إنسانية والمهينة؟ لن أسمح لنفسي بتكرار هذه التجربة ديال سنوات الرصاص والمساهمة في الأحكام القاسية. لهذا أقول للإخوان والأخوات في مدينة الحسيمة أنه الإخوان في منطقة الريف أنه نحن الآن بصدد اللجوء إلى المنظمات الدولية، خاصة منظمة الأمم المتحدة، طبقا للقانون وطبقا للالتزامات الدولية للمغرب في هذا الخصوص، خاصة مصادقته على الاتفاقية الدولية، اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الدولية للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملات القاسية واللا إنسانية والمهينة، وكذلك وبالتالي سوف لن يتزايد ولن نسمح لأي أحد أن يتزايد علينا بالوطنية ولا بحب الملك ولا بحب الوطن. نحن كلنا نحب الوطن ونحب الوطن والمقومات الوطن، وكذلك هناك الناس تطالب بحقوقها، ونحن نفضح الانتهاكات ونريد مستقبل أفضل لهذا الوطن، وهناك من يتزايد علينا بالمزايدات الفارغة وبالوطنية وبكذا. نحن كلنا وطنيين وكلنا نحب الوطن، ولا تحركنا إلا الغيرة على هذا الوطن، ولن نسمح لأي أحد أن يتزايد علينا. الناس كطالب بالحقوق وكاين بعض منهم كيتزايدوا عليهم بعاش الملك، واش حنا عندنا صراع مع الملك؟ راه ملك ديال الجميع، ملك ديال الوطن، مالك حنا ما عندنا الصراع حنا على الـ على الـ على الوطن ولا على كذا. نحن نحب الوطن، وغيرة على هذا الوطن هي التي تحركنا، حتى لا تتكرر انتهاكات الجسيمة، وحتى لا تتكرر العقود من 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 تعطيل للتنمية ومن تكريس للتخلف ومن انتهاك للحقوق. ولهذا يجب أن نساهم جميعا في وضع السكة في طريقها الصحيح. وخلاصة القول أنه ما يحدث الآن في الحسيمة هو خطأ كبير يقف وراءه بعض السياسيين، ويقف بعض الذين يستفيدون من وضعية الاقتصاد الريع ومن وضعية الامتيازات ومن وضعية الفساد والنهب. هذه هي الحقيقة، يجب إرجاع الأمور إلى نصاب